مراقب الحسابات للساده الاعضاء في ملف التجاره وصناعه البحوث. تقرير حول البيانات الماليه. لقد قمنا بفحص البيانات الماليه المرفقه بملف التجاره وصناعه البحوث والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر من عام 2013 وبيان الارباح والخسائر والدخل الشامل الاخر وبيان التغيرات في حقوق الاعضاء وبيان التدفقات النقديه للسنه المنتهيه في ذلك التاريخ وايضاحات حول البيانات الماليه متمثله في ملخص اهم السياسات المحاسبيه المتبعه وايضاحات اخرى. مسؤوليه اعضاء مجلس الاداره عن البيانات الماليه ان اعداد البيانات الماليه للغرفه وعرضها بصوره عادله وفقا للمعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه تكون من مسؤوليه مجلس اداره الغرفه. تتضمن هذه المسؤولية الاحتفاظ بنظم الرقابة الداخلية التي تراعي الإدارة ضرورية لإعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وخالية من الأخطاء الجوهرية سواء ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ. مسؤولية مراقب الحساب تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرائحة لهذه البيانات المالية بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بتنفيذها كما تمت اعمال فحصنا وفقا للمعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بالاخلاقيات المهنيه ذات العلاقه وان نقوم بتخطيط وانجاز اعمال التدقيق للحصول على ادله مقبوله بان البيانات الماليه خاليه من الاخطاء الجوهريه. وتتطلب اعمال التدقيق كذلك القيام باجراءات تدقيق معينه للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ والإفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية، وتعتمد إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا المهنية، بما في ذلك تقييمنا لمخاطر الأخطاء المادية الموجودة في البيانات المالية سواء ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ. وحين القيام بتقييم مثل تلك المخاطر، يكون على عاتقنا الأخذ بعين الاعتبار نظم الرقابة الداخلية المناسبة لتمكين الغرفة من إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة، ذلك لأجل تصميم إجراءات التدقيق الملائمة في مثل تلك الظروف، وليس بغرض الدعاء المحلي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية، كما تتضمن أعمال التدقيق القيام بتقييم السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها الإدارة، وكذلك العرض العام للبيانات المالية. اعتقادنا ان ادله التدقيق التي حصلنا عليها توفر لنا اساسا مقبولا لتمكيننا من ادعاء رايي. ان البيانات الماليه تظهر بصوره عادله من كافه النواحي الماديه المركز المالي للغرفه كما في 31 ديسمبر من عام 2013 وكذلك تظهر اداء الغرفه المالي بتدفقاتها النقديه للسنه المنتهيه في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدوليه لاعداد التقارير.